Hello everybody and welcome back with El Husamo. قبل ما نبدأ ونحكي أي إشي، إذا بشوف واحد كاتب عندما يعود الحسام تعود السعادة، مش راح يصير خير. الضوء واقع مليون مرة اليوم. أنتوا بتكتبوا أنا ببهدل والضوء بتعذب. خليك. المهم مش عارف اعتبروه تهديد. المهم اليوم راح نلعب لعبة الشريك. نعم أعزائي راح نلعب لعبة الشريك. الرجل الأخضر ضد الحسامو. طبعا احنا عارفين من هيفوز، ما بده تفكير الموضوع أو سؤال. اعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب ويلا نبدأ. أوكي نبدأ اللعبة ونقول بسم الله. خمس ليالي في فندق الشريك. أوكي وصلنا بالفندق فجأة والشريك قاعد. هلا والله كيف حالك؟ مرحبا، كيف ممكن أساعدك؟ ممكن آخذ غرفة لخمس ليالي لو سمحت؟ أكيد عندنا غرفة بالطابق الثاني فاضية. أوكي شكرا حبيبي الشريك. طلعش علي زي هيك. ليش هيك وجهه معوج؟ استنى شوي. راسه دخل في الحيط. منخاره كبير زيي. اوكي نشوف هالباب هذا. انا عادي ادخل هلا عادي. اوكي شكرا. في عندنا براميل. اوكي الباب الثاني في هات صاحبه قتله وحطه حمار على الحيط. ها مش حطه حمار على الحيط، قصدي علق راسه على الحيط. اوكي طلع على الطابق الثاني. كان في شيء بيمشي يا شريك يا صديقي. هذا ابو الشريك، والله منور يا حبيبي، طالع اصلا على ابنك. اوكي بلاش دخل فيه. هاي غرفه مسكره اكيد فيها واحد نايم، فيها زبون. هاي اوكي ما عجبتني شو غرفه. بدنا وين راح هذاك مسكر؟ خزانه بالنص ما بتفتحش. في عندنا كولا بس برضه مش شغاله. اوكي ما عنديش غير غرفتي هاي. سكر الباب. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدي انام على تختي. صح 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 لازم اروح حمام قبل ما انام. اوكي وين حمام؟ ليه غرفتي مش فيها حمام؟ الحمام تحت على الاغلب. لو سمحت وين الحمام؟ الحمام عن جد نفس السؤال بساله. الحمام اول باب على يساري هذا. اوه واو اوكي ما حد يطلع. هذا قعد. ها خلينا نغسل ايدينا. غسل ايدك يا معف. احنا نضاف. اوكي ما بده غسل ايده. اوكي طلعش علي انت، بكفيك تطلع علي زي هيك. مع السلامه انا طالع فوق. اوكي دخلت على غرفتي وبدي انا انام. اوكي خلصت الليله الاولى، صارت الليله الثانيه عشان دخلت من المخرج. اوكي السلام عليكم شريك، ولا كيف حالك اليوم؟ بتعرف عندي شغل جديد وعم بشتغل عليه كثير وعم بحاول اشتري، المهم اشتري بيت. نايس باي ذا واي، بالمناسبة أنا عندي أشياء بدها تنظيف بس ما عنديش حد يساعدني، فبدك تساعدني وأعطيك فلوس. هاي هي بداية الفخ. نعم ليش رضيت؟ نايس شوف الصناديق اللي وراك طلعهم فوق على الغرفة الأولى. أوكي لازم أحمل واحد واحد. أوكي هاي نطلع فوق أنا على الغرفة الأولى. الغرفة الأولى فيها السيوف و أوف شكله بده يعذبني. اسمع شريك حبيبي شريك لا شو ها. اوكي ما بده يحكي معي غير لما طلع صناديق لفوق. اوكي حطينا ثاني صندوق، اخذت اخر صندوق. هاي كيف حالك؟ هلا بنحط اخر صندوق مكانه. واو هلا بنروح نحكي مع الشريك. انا بدي فلوسي لو سمحت. اعطيني فلوس بكره. شو اللي بكره؟ انا هلا خلصت شغل، بدي هلا فلوسي. وليد صباح الخير. اوكي تفي عليك حيوان، لازم اروح حمام قبل ما اروح فوق. اوكي تكاش طلع علي زي هيك. حمام اوكي الله يستر اليوم شو حيصير. ليش كل هالأذى هذا؟ شو ماكل؟ مرحبا كيف حالك؟ اوكي دخلت على غرفتي، بدنا نروح ننام. خلصت لعبه. شو اللي بيصير؟ قاعد راسه لف 360 درجة. احلمت فيه. اسمع انا حلمت فيك حلم بغزي. قول لي كيف كانت ليلتك امبارح؟ كان عندي كابوس امبارح، حلمت في راسك بلف. قولي انا اسف على انك شفت كابوس بس اليوم عندي شغل جديد لإلك. قولي خذ المكنسه اللي كانت فوق عند الصناديق اللي حطيناها وكان نسي الحمام. انا مش عارف انا جاي انام عنده بالفندق ولا جاي شاغلني خدام عنده. هات المكنسه، هاي المكنسه. يعني صراحه بعد اللي عملته انا امبارح اول امبارح بالحمام بده تطهير، صار بده تطهير بالمية نار. وين كان نسي؟ اوكي وين كمان؟ خلص انا نظفته. اعطيني المفتاح هذا. وين راح شريك؟ انا ليه دخلت على الغرفة؟ اخذت المفتاح ودخلت بس بدون ما اسال ولا اعرف. شو مكتوب؟ اتس تو ليت. انا حاسس حتطلع وراي حلاقي في حد. اوكي احساسي غلط. شو مكتوب؟ مكتوب اتس تو ليت بت ها ني واز اواي تو كل شريك ان نايت
2 مكتوب it's too late but there was a way to kill Shrek in night 2. مكتوب انت كان عندك فرصة انك تقتل الشريك بالليلة الثانية بس تأخرت كتير. حبيب قلبي كلنا هوا. اسمع برا معي مغلسة. بدي اطلع برا. بطلعش برا. اوكي خاف على حالك شريك. شريك انا حرجع مغلسة. اوكي انا حرجعها. لا بديش ارجعها، بدي اياها دافع عن نفسي فيها. اوكي حطيتها بالغلط. يا الله سلاحي اللي هي المكنسة راحت عني. انقذوني لو سمحتوا. اوكي اوكي انا حنام انا حنام. بقول لي اركض تطلعش وراك. طلعت وراي بس ما في اشي. اركض وين؟ بقول لي تطلعش وراي. انا بطلع وراي قاعد. انا عم بطلع وراي ما في اشي وراي. يا حمار مين قبل عمل اللعبه هاي؟ خلاني اركض عند شرق الكلب. بدي رام نايمني. طيب هلا نشوف شرق الحيوان. احنا لسه بالليله الثالثه بس بنص الليل. تعال اسمع انا شفتك تركض. انت ساعدني يا حمار ساعدني شرق. صبر شو هاي؟ ممنوع المشي؟ شريك شريك السلام عليكم. بقول لي ليش صاحي يا استاذي؟ انا بحكي له شفت كابوس ثاني بس انت وين كنت؟ انا ما شفتك لما طلعت من الحمام. انا اسف كان عندي اشي بس الحمام بالمعلمع. شكرا حبيبي. هذا طبعا شغل مرتب يعني مش اي حد بيعرف يكنس زينا. اوكي بقول لي اوكي هو حكى لي روح ارجع نام. انا قلت له حاضر ورايح انام مره ثانيه. صباح على خير. الليله الرابعه دخلنا على الدار. اتحركت ولا ها؟ هذا انجن. هذا عصب. طلع السلام عليكم. انت منيح؟ كل شيء منيح بس في مشكله بالضوء راح نصلحها قريبا. بس راسك مش منيح حبيبي والله مش بتطمن. بس بدك اشي اعملك اياه اليوم؟ لا قصدي اوكي انت بتخاف من الدم؟ لا ما بخاف. ليش تسال؟ روح خذ المكنسه مره ثانيه ونظف المزبله اللي في الحمام. الله يستر الله يستر. شوفي بالحمام اعطيني مكنسه. تعالي انت مكنسه والله شافت اشياء بحياتها يعني بعمر ما حد شافها. اخ حبيب قلبي راسك انت مش تمام. راسك مش تمام. بيصرخ علي بيقول لي انا حكيت روح ونظف الحمام. ليه بتصرخ ها؟ معي مكنسة والله براسك بضربها حيوان. وين الحمام؟ هاي الحمام. هذا معنا حبيبي. هذا في واحد على الارض. اوكي كان عنده اسهال. اوكي حبيبي انا اسف على اني سالت. شو هذا اللي بصير؟ انا لازم اطلع من هالمكان بسرعه. اوكي لا لازم اكنس بالاول. اوكي انا حطلع برا هلا حيكون في شريك ولا اوكي اتوقعت يكون بيطلع علي قاعد بس يكون واقف قدام الباب. عصب شريك. اسمع احنا رجال فيش بيننا زعل صح؟ شوفي هناك شوفي انت ليش معصب؟ طلعني برا يا اخضر يا بشع. راح اقول لك على تحدي، جمع 40 بصلة لإلي والا راح اعمل منك سجادة. انا سجادة يا كلب. عندي دقيقة واحدة. يا حيوان دقيقة بصل وين البصل؟ بصل شو؟ استنى شوي يا حيوان وين البصل؟ بصلة. اوكي. 2 3 4 5 6 7 8 9 حمود انا حمود. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 انا حمود. 21 22 23 24 مستحيل 25 26 27 28 29 30 شرك اجا.
حيجي حيجي. 22 33 33 شريك لا شريك لا لا شريك جاي لي ركض شريك شفته 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 ضل ضل اربعه ضل اربعه. شريك اصبر شوي ضل اربعه اصبر شوي. اوكي تعال 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 شو تسوي ها؟ بدك تلعب مرة ثانية ها؟ اسمع ولا انت ممكن تكون الشريك بس انا الحسامه. تعرف مين الحسامه؟ راح اعمل منك سجادة صلاة. اوكي جمع البصلات على السريع. 6 7 8 10 11 14 15 23 24 24. اوكي اجا 30 33 بسرعة مش صاير وقت. 34 35. الوقت خلص اصلا هو بس عم بركض وراي. اوكي ما في مشكلة خلاص تعال. حزاري ان تلعبوا هذه اللعبة يا اطفالي. انا حاس اني هالمرة راح اجيبها. هالمرة غير لسه ضايل وقت كثير. قصدي مش ضايل وقت قصدي. اوكي احنا حنموت. ضايل 5 بس. 4 3 ها 2 1. كيف عرف مكاني هو؟ بشم ريحة البصل يعني ولا شو؟ هاي 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 ها 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 خلصت اللعبة. وانا اخذت مني سرعة اللعبة 270 ساعة واحنا خلصناها بخمس دقايق. اوكي مش مهم. بدي اشوف الطريقة اني اقدر اقتل فيها الشريك في الليلة الثانية. حاول نعرف كيف. اوكي هاي الليلة الاولى خلصناها. ييه لازم حمام. اعذرونا. اوكي ونمنا الليلة الأولى وصحينا بالليلة الثانية. هلا حكالي بنفع اقدر اقتله بالليلة الثانية. بحكي طلع الصناديق فوق وصرخ علي. اوكي حمام سكر حمام سكر. خلينا نطلع الصناديق نشوف. كيف بدنا نقتل شريك؟ انت ابوه كيف ممكن اقتل ابنك؟ اوكي بالغرفة هاي في اسلحة مستحيل يعني لازم اسلحة لها دور. الاسلحة لها دور. مش عارف ما طلع ليش اكبس بس كبست انا وكبس وكبس واخذته. تعال يا شرك يا حيوان. انا راح اقتلك. تقتل الحسام وا تعال. دخل بالارض بس هيك. هاي وين التعذيب تبعي؟ شو عمل؟ هاي نهاية السرية وقتلت الشريك وانقذت حالي ولسه بعرفش انه هو اصلا شرير. مش مهم المهم انه هاي كانت لعبتنا لليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم واكتبوا لي بالتعليقات شو بدكم نلعب بالفيديو الجاي. واذا شفت واحد استنوا شوي الضوء وقع. اذا شفت واحد كتب مرة ثانية عندما يعود حسام تعود السعادة مش عارف شو عمل مش عارف شو عمل بس ما حيكون اشي منيح. المهم انتبهوا على حالكم بشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.